الشباب والرياضيين اللجنة في الهيئة التدريبية هي مختصة فقط بالألعاب اللي تخص المنتديات وإنما الألعاب والمنشطات على مستوى العراق وعلى مستوى المحافظة. بطولة المراكز التدريبية لبناء الأجسام واللياقة البدنية وعلى قاعة منتدى الشهيد صباح القرعاوي بإشراف الاتحاد العراقي المركز لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وكانت المشاركة جدا واسعة من الشباب، ومن قاعات المشاركة كانت 5 قاعات مشاركة من عدد اللاعبين 45 لاعب، وكانت النتائج حصل المركز الأول جيم يونايتد، والمركز الثاني جيم مهند، والمركز الثالث البطل الدولي محمد حسون، والمركز الرابع سيف شكر. أقيم بطولة محافظة النجف مراكز تخصصية، طبعا المعايير اللي تختص بها اللجنة التحكيمية تعتمد أكيد على الهيكل الجسماني والعضلات البروز العضلي، أكيد الحكام هم أوعب هاي الأمور وأعرف من خلال هم دورات اللي تقيمها الاتحاد العراقي المركزي. الحمد لله البطولة كانت ناجحة وموفقة، ونسأل الله العلي القدير أنه يوفق جميع الأبطال. الحمد لله المركز الأول بهاي البطولة، وقبلها كانت بطولة سابقة هم المركز الأول. الحمد لله.